السلام عليكم. سنبدأ سلسلة إرشادية عن كيفية القضاء على الآفات الزراعية، وبداية السلسلة ستكون الذبابة البيضاء. ذبابة الورقة الفضية أو الذبابة البيضاء هي من أشهر الحشرات خطورة. تواجدها يسبب الدمار الشامل، وتهاجم عدة أنواع من المحاصيل مثل الطماطم والحمضيات. من بين الأعراض الواضحة لهذه الحشرة أنها تتواجد على السطح السفلي للورقة، وتضع البيض على السطح السفلي أيضا. تسبب بقع صفراء على نصل الورقة. تنمو الفطريات المسببة للعفن على الندوة العسلية التي تفرزها الذبابة البيضاء. قد تتشوه الورقة وتلتف لتأخذ شكل الكأس. قد يظن الفلاح أن استخدام الدواء الكيميائي هو الحل الوحيد للعلاج. يؤسفني أن أقول لك سيد الفلاح أن هذا الحل لن يجدي نفعا، بل ستخسر أموالا طائلة. العلاج يكمن في اتباع برنامج وقائي متكامل كما سنوضحه في هذا الفيديو. استخدم محاصيل مصاحبة تجذب أو تقتل الذباب الأبيض مثل نبات المريمية والأناناس ونبات الزينيا. ازرع نباتات طويلة مثل الدخن اللؤلؤي والذرة في صفوف كثيفة كمحاصيل حدودية. راقب العلامات المرضية للذبابة البيضاء على المشتريات أو المزروعات الجديدة. يجب إزالة الأوراق التي يظهر عليها البيض أو اليرقات. ضع مصائد لزجة صفراء في الحقول لتصطاد جماعات كبيرة من الذباب الأبيض. أزل بقايا النباتات بعد الحصاد. استخدم الأفلام البلاستيكية الممتصة للأشعة فوق البنفسجية، ذلك قد يقلل من الإصابات. اعلم جيدا أن الإجراءات الوقائية وحدها قد تكون كافية لتقليل عدد الحشرات إلى مستوى لا يسبب ضررا. في حالة اضطررت لاستخدام المبيدات، تأكد جيدا من نوعية أعداء النبات واطلب النصيحة من مختص. اقرأ جيدا المعلومات الملصقة على عبوة الدواء. انقل الأدوية بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية. ارتدي الملابس الواقية عند تحضير الخليط، واحترم جرعة الدواء. ارتدي ملابس واقية مناسبة لمعالجة المزروعات. اجتنب تكليف الأطفال بعملية الرش. اجتنب الرش أثناء الطقس الحار أو في الأمطار والرياح. اغسل العبوات الفارغة 3 مرات وضع ماء الغسيل في آلة الرش. لا تلقي بقايا الغسيل أو الخليط في الآبار والأودية،